في الوهلة الأولى وأنت تتجول بمنطقة الخبازات، لن تصدق أن هذا المكان هو الخبازات، قلب القنيطرة التجاري، أزقة وشوارع فارغة إلا من بعض المارة، مشهد غير مألوف بالمدينة. فبسبب الحظر الصحي وحالة الطوارئ التي يشهدها المغرب من أجل التغلب على جائحة فيروس كورونا، هذا الفيروس الذي اجتاح العالم بأسره، أغلقت المراكز التجارية وأزيلت الأسواق العشوائية والباعة المتجولين، والتزم الناس منازلهم تلبية لقرار السلطات بالحظر الصحي. فخلت الشوارع والأزقة لتصنع لنا لوحة لم نعدها عن المدينة، فلا ضجيجة ولا أصوات للباعة ولا حركة للسيارات. هذه اللوحة تظهر لنا تحضر ورقي سكان مدينة القنيطرة الذين التزموا منازلهم كي ننتصر في حربنا ضد هذا الفيروس. فلنسأل الله تعالى أن يحمي مدينتنا وبلادنا وجميع بقاع العالم من هذا الفيروس، لنعود لحياتنا الطبيعية وينبض قلب الخبازات من جديد.